هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. هو كلام الناس حكايات، دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية في يوم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا، وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة وكلام الناس. زي ما احنا متعودين كل يوم في برنامج كلام الناس بنبدأ حلقتنا بآية أو آيات من القرآن الكريم، بنشوف رسالة ربنا لينا من خلال الآية أو الآيات دي. الآيات اللي معانا النهاردة هي من سورة ياسين من أول الآية رقم 77. معانا كذا آية وعايز الناس تركز كده في يعني الآيات الجميلة دي. ربنا عز وجل بيقول في الآيات الجميلة دي: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ناس كتير مننا يمكن يكونوا بيقرأوا بالآيات دي في الصلاة، وناس كتير مننا ممكن تكون حافظاها، بس الغرض اللي بأكد على حضراتكم اننا بنحاول نحققه دايما، واللي بسببه ان شاء الله انا بقول الآيات دي وبعرضها على نفسي وعلى حضراتكم، هي فكرة اننا نحس بعظمة ربنا عز وجل وبقدرة ربنا عز وجل، ونحس بمعنى الآيات ونستشعرها بجد. لأن أنت طول ما أنت بعيد عن ربنا أو مش حاسس بقدرة ربنا عز وجل وبعظمته وعظمه عز وجل، لو أنت ما حسيتش المعاني دي ممكن قوي قوي وانت ماشي في الدنيا كده تنشغل في موضوع الأسباب وياخدك بعيد قوي، وتبقى كل ما تتعرض لمحنة من المحن مش بتجري على باب ربنا عز وجل ومش بتطلب المعونة من ربنا عز وجل. فلما تحس قوي بقدرة ربنا وتحس قوي بمعية ربنا ليك وانه معاك دايما وبالمثل البلدي كده ولله المثل الاعلى، احنا بنقول لما مثلا بيكون في حد بيدعمك بتقول اللي ليه ظهر بيسنده، اللي ليه ظهر بيكون واقف وراه. تخيل انت بقى لو ربنا عز وجل معاك بعظمته وبقدرته وبقوته. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. دلوقتي واقف بقى بيقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. على فكرة ده كان واحد من الكفار هو اللي بيقول للنبي كده، مسك رمى قدام النبي كده نثر زي عظام وقال له من يحيي هذه، فنزلت الآيات من فوق سبع سماوات، وإلى يوم القيامة هي دلائل على قدرة ربنا عز وجل ورسالة لكل واحد أنه يحس بقدرة ربنا عز وجل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقك من العدم من قبل كده، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهي دي الآية اللي عايز أكتر نركز عليها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي شيء في الدنيا، أي شيء، بس أنت أطلب وتوجه لربنا عز وجل، وإذا انقطعت بك الأسباب في أي حاجة وحسيت أنك مش قادر توصل للحاجة دي، يبقى أنت
ما خدتش الطريق الصح وهو طريق ربنا عز وجل، إلجأ لربنا وخد بالأسباب وتأكد إن ربنا عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا رب يعني كلنا نكون عند حسن ظن ربنا عز وجل بينا، ونكون من الذين يحسنون التوكل على ربنا عز وجل، ويا رب الإيمان ده يقوى ويكون أكبر في قلب كل واحد فينا ويترجم في أفعالنا في حياتنا العادية أو حياتنا اليومية. إن شاء الله في حلقتنا الليلة من كلام الناس معانا موضوعين مهمين. الموضوع الأول بالتزامن مع يعني المؤتمر الوطني الأول للشباب، هنفتح الموضوع مع أستاذ وائل محمد مؤسس ورئيس المجلس الوطني للشباب، وهنناقش معاه يعني مدى فعالية المؤتمر وما حدث فيه، ويعني فكرته وتأسيس مجلس وطني للشباب، وإزاي الشباب يكون فاعل أكتر في المجتمع. وهي دعوة مفتوحة لكل شاب بيتفرج علينا إنه يعني يعيد تقييم الواقع كده، ونذاكر مع بعض إزاي إن شاء الله نقدر يكون لكل واحد فينا دور في المجتمع. كمان معانا موضوع مهم جدا برضو للشباب، خاصة شباب الثانوية العامة، هنتكلم عن المذاكرة. المذاكرة اللي بتمثل عائق كبير جدا وحاجة من الصعوبات يعني اللي بنتعرض ليها في حياتنا، هي فكرة المذاكرة. تقول لك أنا بقعد كتير أذاكر بس مش قادر أحصل حاجة، وهو يقول يعني بصراحة مش لاقي وقت للمذاكرة. ما عندكش طريقة كده أذاكر فيها في وقت قليل وأقدر أحصل اللي أنا عايزه؟ إن شاء الله هنتدرب على ده النهاردة، ونشوف طرق جديدة للمذاكرة والتحصيل، وخاصة المواد اللي فيها حفظ، إزاي أقدر أحفظ وبشكل سهل. إن شاء الله ده برضو في حلقتنا الليلة. لكن زي ما احنا متعودين كل يوم في برنامج كلام الناس بنبدأ حلقتنا بالأخبار. أول خبر معانا النهاردة خاص بانتهاء فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وحفل الختام مساء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني اللي يذاكر المؤتمر في خلال الثلاث أيام اللي فاتوا هيلاقي إن كان في فعاليات مهمة، وكان في مشاركة من الشباب بشكل كبير. والموضوع زي ما كنت بقول لحضراتكم، تعالوا نشوفه أكتر بشكل عملي. ممكن تكون أنت ما روحتش أو ما شاركتش، لكن كان في شباب كتير مشارك في الموضوع. والفكرة هي الموضوع أو الشاهد في الموضوع هو فكرة أن يبقى في حاجة زي دي ما كانتش بتتعمل قبل كده. فخد الموضوع كده بنظرة تفاؤلية واطلع منها بشيء جيد، وهو فكرة انك الشباب بيتكلموا، الشباب بيتسمعوا، الشباب بيعرضوا اللي عندهم وبيشاركوا. وشفنا النهاردة فكرة نموذج محاكاة الدولة المصرية، والشباب بيعرضوا رؤيتهم ووجهة نظرهم في الموضوع. وكان النهاردة كمان في مناقشة لموضوع الهوية المصرية. فكل دي موضوعات كويسة جدا، والناس كتير بتقول طيب احنا هنخرج بايه من مؤتمر زي ده؟ اكيد في توصيات، واكيد مؤتمرات زي دي بتبقى يعني تبادل وجهات النظر. وزي ما بقول لكم الكويس في الموضوع، انا مش بحب النظرة السلبية دايما اللي نفضل نقول ايه يعني طلعنا بايه، يعني عملنا ايه، يعني لا. ما هي مؤتمرات زي دي مؤتمر مع التاني مع التالت، تخرج بتوصيات. وفكرة المشاركة المجتمعية خاصة لما يكون في شباب بالعدد ده، يبقى ان شاء الله اللي جاي افضل بمشاركة الشباب وبدخول الشباب بالفعل او فعليا، وده اللي منتظرينه انهم يشتركوا فعليا في الحياة المجتمعية والسياسية. معانا الأستاذ أحمد لموني رئيس قسم الأخبار بجريدة الفجر وصحفي مشارك بالمؤتمر الوطني للشباب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا عثمان. أهلا بحضرتك. لو حضرتك تحطنا في الصورة كده، يعني تكلمنا عن اليوم الختامي النهاردة واللي تم فيه. اليوم الختامي كان يوم أكثر من رائع، شهد العديد من الجلسات الهامة والمهمة، وكان أبرزها النموذج الحكومة المصرية اللي كان بيشارك فيه عدد من الشباب برؤيتهم في الوزارات. وكمان كان في موجود داخل الجلسة ممثلين عن مجلس النواب، وكان في تفاعل من العديد من الوزراء اللي كانوا مشاركين في الجلسة حوالين الرؤية والطرح اللي طرحه للشباب من خلال وجهة نظرهم في تطوير الوزارات المختلفة، وإزاي إن احنا نطور من اداء المنظمات والمؤسسات المختلفه اللي بتعمل في الدوله.
وكان مشارك في الجلسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعديد من الجلسات كمان كانت موجوده. كان في جلسات خاصه بتجديد الخطاب الديني، كان مشارك فيها السيد وزير الاوقاف والسيد اسامه الازهري والعديد من الشخصيات الهامه المشاركه في فعاليات المؤتمر. وايضا طرح الشباب رؤيه جيده لتجديد الخطاب الديني. وكمان كان في لقاء هام جدا كان حضره السيد الرئيس مع مستثمري محافظه جنوب سيناء للاطلاع على بعض المشاكل ورؤيتهم للاهتمام بالمجال السياحي والاستثمار في مدينه جنوب سيناء، بالاضافه الى جلسه خاصه برؤيه الشباب في اصلاح منظومه التعليم، والجلسه الهامه جدا اللي كانت خاصه عن الرياضه اللي كانت بتتكلم عن عوده الجماهير للملاعب، وكان بيشارك فيها ايضا السيد الرئيس، وكان موجود فيها الكابتن محمود الخطيب والعديد من الشخصيات الرياضيه والشخصيات المهتمه بهذا المجال. يعني مواضيع مهمه جدا تم مناقشتها فعلا النهارده. وحابب اكتر كمان، يعني اللي لفت نظري في الموضوع ان كان المسؤولين معاهم ورقه وقلم وكانوا بيدونوا، يعني دي حاجه عجبتني ان لو في نقاط مهمه. في معظم الجلسات كل الوزراء الحاضرين بيدونوا كل ما يطرحه الشباب، لان هم شايفين ان هم عندهم رؤيه حقيقيه وعندهم وجهه نظر هم شايفينها ان هي ممكن تتحقق لو تم التواصل ما بين الشباب اللي موجوده داخل المؤتمر او خلافهم مع الوزارات المعنيه من خلال وجود حلول لبعض الازمات اللي بتعاني منها الوزارات او المؤسسات اللي في الدوله. طيب يا استاذ احمد، كل اتفضل اتفضل. طيب عايزك بس تفتح يعني قلبك وعقلك معانا كده، وبما انك برضو صحفي كلنا شباب، في شباب كتير شايفين ان مؤتمر زي ده يعني ايه اللي هنستفيده، المشاركه يعني مش اللي هي الفاعله او الفعاله، تقول ايه بحكم انك كنت هناك وشفت الصوره عن قرب؟ هو اكبر استفاده من الموضوع هو التحاور والنقاش اللي هو بيخلق حاله ثريه من الحوار اللي موجود، اللي بيخلق التقارب ما بين الجهه التنفيذيه او السلطه في الدوله وما بين بعض الشباب اللي موجود واللي مشارك اللي بيطرح رؤيته من وجهه نظره الشخصيه ايا كانت هي قويه او متوسطه او ضعيفه. هو الراجل اجتهد على قد ما وصل لمعلومه او وصل لحاجه علشان يقدر يساعد الوزاره المعنيه او الجهات التنفيذيه المسؤوله في الدوله، علشان في النهايه ان احنا نوصل بمصر لبر الامان او لحاجه كويسه او لدوله احنا شايفينها او اللي احنا بنحلم بيها في المستقبل، عشان نبني الدوله بتاعتنا بشكل قوي يليق بتاريخ مصر. بنشكرك استاذ احمد لموني، رئيس قسم الاخبار بجريده الفجر وصحفي مشارك بالمؤتمر الوطني للشباب، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله ترجعوا بالسلامه، والاهم باذن الله اننا نخرج من المؤتمر ده. هي فكره كويسه جدا، ويعني زي ما بنقول فكره انها بتحصل ولا اول مره، فهي فكرة كويسة جدا. الأهم بقى إن شاء الله إن نخرج منها بتوصيات، ويعني زي ما كنا بنشوف كده المسؤولين بيدونوا، ودي حاجة بصراحة لفتت نظري إن المسؤول مش رايح بس عشان يعني الموضوع سمعنا وتقضيت واجب وخلاص، لا، في حاجات بتتدون، في حاجات بتتسجل. فإن شاء الله الأهم التوصيات اللي هنخرج بيها وتطبيق رؤية الشباب بقى في مختلف القطاعات على أرض الواقع، وإشراكهم واندماجهم في الحياة المجتمعية والسياسية في مصر. وتحية طبعا لشباب مصر القادرين بإذن الله. طيب ندخل على الخبر الثاني اللي معانا النهاردة. الطيب، إعفاء أبناء شهداء ومصابي الجيش والشرطة من مصروفات التعليم بالأزهر. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أصدر قرار بإعفاء أبناء شهداء ومصابي الجيش والشرطة من المصاريف، سواء كانوا في التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. خطوة مهمة وأقل تكريم لأسر الشهداء والمصابين. وزير الإسكان، مصر تحتاج لـ40 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية. إيدنا على كتفك يعني يا سيادة الوزير، وإن شاء الله تقدروا تعملوا ده. أنا عارف إن في مجهود مبذول كويس جدا في موضوع الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط وخلافه، وإن بيتم فعلا تسليم يعني الناس تباعا، ولكن محتاجين منكم بقى طالما عارفين إن الواقع بيحتاج لده، فمحتاجين رؤية واستراتيجية إن شاء الله لتنفيذ ده، بحيث إن شاء الله يعني كل الشباب يلاقوا موضوع الإسكان بشكل ميسر.
الوزير قال يعني ان محتاجين 40 مدينة جديدة في الاربعين سنة القادمة ان شاء الله، بس يتم وضع استراتيجية زي ما بقول كده، وخطة خمسية في خمسية في خمسية ان شاء الله لحد ما نقدر نحل ازمة الاسكان. ندخل على خبر خاص بوزير البيئة. وزير البيئة يرصد 390 ألف جنيه دعما لإنتاج سيارة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية. وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اجتمع مع مجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة اللي قايمين على مشروع إنتاج سيارة بتعمل بالطاقة الشمسية، ورصد لهم ميزانية 390 ألف جنيه دعم من وزارة البيئة لهذا المشروع. وهو ده بقى اللي بقول لحضراتكم عليه، دي حاجة بتبين ان الشباب المصري قادر وعنده من الفكر ومن الابداع ومن القدرات اللي يقدروا ينافسوا بيه مختلف بلدان العالم. وكنا بنشوف ما شاء الله طلاب من جامعات مصرية برضو بيشرفونا حتى بره. الجديد في الموضوع واللي عايز اشيد بيه وارفع القبعة عليه هو الفكرة اللي قام بيها وزير البيئة بانه يرصد لشباب متميز ميزانية ويقول لهم يلا اشتغلوا على أرض الواقع، طبقوا ونفذوا وإحنا وراكم، ومحتاجين ده إن شاء الله في مختلف القطاعات. تحية لوزير البيئة الدكتور خالد فهمي، وتحية لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومستنيين إن شاء الله نشوف النموذج ده نموذج عملي على أرض الواقع. بالتوفيق. طيب، في خبر خاص بقطع التيار الكهربائي أو الكهربي عن مناطق مختلفة بالغردقة بعد سقوط كرات الثلج. يعني طبعا احنا دلوقتي داخلين على فصل الشتاء بيبتدي يشد شيئا فشيئا، يعني الجو مش في كل الأماكن فيه أمطار أو ثلج، لكن اللي حابين نأكد عليه إن يعني لسه ما دخلناش في الوقت الأخطر اللي هو بيبقى فيه بقى سيول وأمطار غزيرة وتساقط ثلج وخلاف. فاللي حصل في الغردقة أن قطع للتيار الكهربي. اللي محتاجينه بقى أن يبقى فيه استراتيجية وفي خطة معمولة، وإحنا طبعا تابعنا السنة اللي فاتت وشفنا اسكندرية حصل فيها إيه والبحيرة حصل فيها إيه وادي النطرون وخلافه واللي حصل ده كله والأماكن اللي السيول غمرتها وعملت مشاكل ومشاكل في الصرف وخلافه. فاللي محتاجينه إن الوزارات المعنية تكون مجهزة خطة. إحنا معانا خبر خاص بوزارة التضامن بتقول إنها بتستعد لموسم السيول بمراكز إيواء ومواد لوجستية وفرق تدخل سريع. الأهم أن يكون ده مطبق على أرض الواقع وما نستناش لما مشكلة تحصل ولما يكون في سيول ولما يكون في تساقط مثلا لأمطار بغزارة وثلوج وخلافه. لا، إحنا نستعد من دلوقتي ونجهز من دلوقتي ونقول يا جماعة الإمكانات المتاحة 1 2 3، لما هيحصل كذا هنعمل كذا ولما هيحصل كذا هنعمل كذا، ونطلع ونعرض على الناس ونقول لهم ونشرح لهم إيه حالات الطوارئ المفترض نعمل فيها إيه. خلونا بقى نمشي صح وخلونا نتدارك ونتعلم من الماضي القريب اللي لسه كان بالأمس القريب وشفنا إيه اللي حصل وترتب على السيول السنة اللي فاتت. فإن شاء الله بإذن الله متوسمين في المسؤولين خير في إن شاء الله يكون في خطة فعلا موضوعة وإن الموضوع يتم التعامل معاه بجدية وعلى أرض الواقع. طيب، خبر مفرح وكويس جدا. منظمة الصحة العالمية، مصر حققت نجاحا كبيرا في علاج فيروس سي. سوزان هيل مدير منظمة الصحة العالمية لقطاع الأدوية الأساسية والمنتجات الصحية قالت إن مصر حققت نجاح كبير فيما يعرف باتفاقيات التراخيص والإنتاج المحلي لأدوية فيروس سي الجديدة، وإحنا بنشيد بمجهود وزارة الصحة والدولة المصرية في يعني القضاء على فيروس سي أو الجهود المبذولة إن شاء الله للتخلص من فيروس سي نهائيا من مصر. وكنا ناقشنا الموضوع ده في برنامجنا في أكتر من مرة، فبنشكر المسؤولين وبنقول إن شاء الله منتظرين المزيد. وحاجة مشرفة وكويسة إن منظمة الصحة العالمية تشهد لينا وتشهد للمجهود المبذول. طيب، خبر مفرح تاني برضو. مصر تضمن أول ميدالية ببطولة العالم للكاراتيه بالنمسا. خلوا بالكم مش دايما كل الرياضات احنا بنبقى متابعينها ومش دايما بتبقى على بالنا. خلوا بالكم في بطلة مصرية اسمها سارة عاصم على المحك إن شاء الله، يعني وإن شاء الله ضمنت ميدالية إما ذهبية أو فضية في بطولة العالم للكاراتيه بالنمسا. الماتش الأخير
الماتش الأخير إن شاء الله هيكون يوم السبت، وإن شاء الله يعني بالتوفيق ليها، وادعوا لها وشجعوها وتابعوها وهاشتاج ويلا ندعم، لأن زي ما بقول يا جماعة سلطوا الأضواء على كل الأبطال المصريين، ما هم دول أجدع ناس اللي بيشرفوا بلدهم. وفكرة إن إحنا نبقى قاعدين مش عارفين إيه اللي بيحصل، أو هي تخيلوا كده إن أنت تبقى بتلعب ورافع علم مصر ووصلت لدور نصف النهائي، أو يعني إن شاء الله مؤهلة للنهائي، فلما تكون كل ده حاصل وانت محدش يعرف عنك حاجة ولا حد بيدعمك ولا حد يعرف اسمك. الكابتن سارة عاصم، الكابتن سارة عاصم، بالتوفيق يا كابتن، وان شاء الله ترجع لنا بميدالية، وان شاء الله منتظرين منك الذهبية بإذن الله تعالى، وادعموها. طيب زي ما احنا متعودين في برنامج كلام الناس بنعرض وبنقول وبنشاور على اجدع ناس موجودين في مجتمعنا، زي كابتن سارة عاصم كده، وزي اي مصري بيبذل جهد بيحاول يغير بيحاول يساعد بيتغلب حتى على ظروفه هو. معانا نموذج لاجدع ناس انتشر على السوشيال ميديا الفترة الاخيرة، نشوف الصورة كده، نزلوا لنا الصورة بعد اذنكم يا جماعة. الدكتور محمد عبد القادر، استاذ جراحة طب الاطفال بمستشفى اسيوط الجامعي. شايفين الجمال؟ الدكتور بيعمل ايه بقى؟ الدكتور بعد عملية بيساعد عمال المستشفى في انه بينظف بايده وبيساعد، ما استكبرش، ما قالش انا دكتور ما امسكش حاجة بايدي وما اعملش بايدي ولا اي كلام من ده. لا، هو الدكتور يعني تحية ليه، هم دول أجدع ناس. مش بنقول طبعا أن الدكاترة تسيب الجراحة وتعمل ده، بس لفتة حلوة جدا أن الدكتور يساعد ويقول أنا واقف وكلنا واحد وكلنا بنساعد وكلنا بنخدم المرضى. معانا على التليفون الدكتور محمد عبد القادر، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. تحية لحضرتك أولا، ويعني بنقول لحضرتك أقل حاجة أو أقل حاجة تتقال لحضرتك أنك من أجدع الناس. العفو يا فندم، العفو، ده ما بنعملش حاجه. الله يخليك، ربنا يخليك يا دكتور. كلمنا كده، ليه حضرتك عملت ده؟ والله هو كان في نقص عندنا في العمال، وما كانش في عمال كافيه يعني تعمل نظافه كويسه في القسم العمليات وكده، فكان في تعب واجهاد وارهاق عليهم، فقلت لهم انا مستعد اساعدكم واقف معاكم عشان كلنا في مركب واحده، المركب الواحده دي لصالح المريض. نعم صح دكتور، معلش استاذنك اسمعنا من التليفون. وقعدنا نمسح الاسم والعمليات والنظافه عشان نوع من التشجيع للعامل، لانه احسسه انه اهميه العمل بتاعه. يعني محتاجين يا دكتور لنماذج زي دي زي حضرتك كده كتير. لو حضرتك بس اسمعنا من التليفون عشان الصوت بيروح ويجي. بقول لحضرتك محتاجين نماذج زي حضرتك كده كتير، شايفين الموضوع بهذه البساطة وبهذه الجدعنة المصرية الأصيلة. والله الحاجات دي حضرتك احنا بنتعلمها من الدين بتاعنا، احنا رقم واحد، وبنتعلمها من الناس برضو الأجانب. يعني الأجانب، أنا كنت في هارفارد، كان رئيس قسم جراحة الأطفال كان يقعد يساعد في العمليات ويشيل ينظف مكان العمليات زي وزي العامل بالظبط. تحية لحضرتك طبعا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا، بنقول لحضرتك انت من اجدع الناس ومثل يحتذى به وقدوة لينا والناس كتير جدا، في شخص محب لعمله، في شخص لا يستكبر ابدا ولا يستعظم موضوع ان هو يمسك مقشة ويساعد يعني العمال ويقف بنفسه كده ويقول انا هسد العجز وهساعدهم. تحية لحضرتك يا دكتور. بنشكر دكتور محمد عبد القادر، استاذ جراحة طب الاطفال بمستشفى اسيوط الجامعي. شايفين النماذج؟ لو كل واحد بيسمع دلوقتي، اللي بيستكبر وهو نازل من المواصلات المعاناة يقفل الباب، واللي بيبقى واقف مستني حد يفتح له الباب، واللي لما بيبعت مثلا يطلب كذا من فلان، مش هسمي ومش هقول الوظائف ولا اقول اي حاجه، يطلب كذا ويبقى انت عارفش انا مين، ما تعرفش انا بعمل ايه، ما تعرفش ايه، انت عارفش انا درست ايه، ما تعرفش انا وصلت لايه، ما تعرفش انا ابن مين. لا، الموضوع بسيط، كلنا واحد وكلنا محتاجين لبعض، وكلنا لازم نقف جنب بعض، وكلنا لازم نساعد بعض، وكلنا بنكمل بعض. لو عامل النظافه مش موجود، حضرتك وحضرتك وحضرتي وكلنا، لو عامل النظافه مش موجود هنحس بعجز كبير جدا، وهنحس بمشكله كبيره جدا.
مش بقول ان عامل النظافه هو اقل واحد، كلنا متساويين، كلنا متساويين وكلنا مهمين في حياه بعض، ودي الدعوه اللي احنا بنحاول ناكد عليها دايما في برنامج كلام الناس. بنقول اجدع ناس بجد المصريين، اجدع ناس بجد اللي يقدروا يكونوا نموذج زي دكتور محمد كده، ويشرفوا اي حد. انا اتشرفت بالمكالمه مع دكتور محمد، وبكرر وبقول تاني الدعوه مفتوحه لحضراتكم جميعا. اي حد شايف في نفسه انه من اجدع الناس يبعت لنا وينجيله لحد عنده، لان شاء الله يشرفنا في استوديو كلام الناس. ولاي حد شايف حتى في شخص يعرفه يبعت لنا قصته، وان شاء الله نفاجئه ونكرمه برضه. تعالوا كلنا نحس بقيمه بعض ونكرم بعض ونقول لبعض بجد انتوا من اجدع الناس. طيب زي ما احنا متعودين في برنامج كلام الناس، بنقف مع خدمه من الخدمات، بنحاول نسهل على حضراتكم اجراءات الحصول على الخدمه دي. الخدمه اللي معانا النهارده، الاجراءات والمستندات المطلوبه لاستخراج رخصه قياده مهنيه ثالثه وثانيه واولى. نشوف الخدمه ونطلع لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا. الاجراءات والمستندات المطلوبه لاستخراج رخصه قياده مهنيه ثالثه وثانيه واولى. يتم استخراج الرخصة من مرور محل إقامة طالب الترخيص ألا يقل السن عن 21 عاما، مع تقديم ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة وأربع صور حديثة، أن تحدد اللياقة الطبية بمعرفة الكوميسيون الطبي المختص، تحديد الموقف التجنيدي، الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصحيفة الحالة الجنائية، موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام، اجتياز الاختبار النظري والعملي على قيادة السيارات المصرح بقيادتها، تقديم ما يفيد العضوية بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها، ما يفيد الاشتراك بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، استلام الرخصة ومدة سريانها 3 سنوات. يشترط لاستبدال رخصة الدرجة الثالثة إلى الثانية أن يكون قد مضى على استخراجها 3 سنوات على الأقل، كذلك استبدال رخصة الدرجة الثانية إلى أولى أن يكون قد مضى على استخراجها 3 سنوات على الأقل. نماذج الخدمة المطلوبة: نموذج صحيفة الحالة الجنائية، نموذج 256 مرور، نموذج الاختبار الشفوي. الرسوم والمبالغ المطلوبة: سداد الرسوم المقررة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية. اهلا بحضراتكم مرة تانية، مشرفنا ومنورنا دكتور وائل الطناحي، مؤسس وامين عام المجلس الوطني للشباب. هنتكلم معاه يعني عن المؤتمر الوطني للشباب وتساؤلات الشباب حول المؤتمر ده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا مهند، شرفنا ومنورنا. ده نورك ونور القناة ونور شباب مصر، منورين في شرم الشيخ في ضيافة سيادة الرئيس. ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك يا رب. تعالى ناخد سؤال كده يعني موجه كده من شباب كتير، انا ليه مش هناك؟ الناس اللي هناك دول كده يعني راحوا يعني واسطه ومحسوبيه وانا مش موجود فيهم، فانا مش هناك كده انا يعني. طيب هو مبدئيا الاول لازم نثني على الحدث، لان فعلا حدث تاريخي، الشباب المصري لازم يستثمروا بجد ان حصل حاجه زي كده. احنا عمرنا ما شفنا في اي دوله رئيس جمهوريه بحكومته بقالهم 3 ايام قاعدين مع الشباب نايمين واكلين شاربين، الرئيس بيحضر كل اللقاءات. يعني احنا عملنا مؤتمرات كتير، وممكن اكون انا مسؤول منها، صدقوني انا كنت ساعات بزوغ يعني، كنت باخد جنبي كده مش قادر يعني، انما ما شاء الله يعني الله اكبر، مش عايز احسد. الرئيس حاضر كل اللقاءات، بيتناقش بيعقب بيقول، الشباب قادر يوصل صوته. لا في حاجه، حاله حلوه يعني، ممكن مش ده طموح الشباب، ممكن مش ده اللي في اللي جوه كل واحد، بس ايا كان يا جماعه احنا بدال في عندنا حاجه حلوه، لازم نقول ان في حاجه حلوه. خطوه مهمه جدا مع عمرها ما حصلت يعني، ومفيش حاجه اديك قلت خطوه، اي حاجه هتبدا بخطوه، فعايزين الخطوه دي تستمر ونشوف بقى ماذا بعد. يعني الاهم من الخطوه ماذا بعد، طبعا هي خطوه مهمه جدا، حكومه مصر كلها قاعده
رئيس جمهورية مصر العربية قاعد مع الشباب ليل نهار، نقاشات، كلام، تحضيرات، نتائج، فده عايزين نستثمره بشكل كويس. ده في ماذا بعد؟ قبل ما نخش لماذا بعد ناخد سؤال الشباب. يعني ناس كتير من الشباب يقول لك انا ليه ما روحتش هناك. طيب انا واحد من الناس ما روحتش، تمام. عندي شباب من المجلس ممثلين، فاذا هم بيمثلوا الكيان بتاعي. انا مش معنى ان انا عندي 1000 ولا 2000 ولا 100000 شاب يبقى انا المفروض يبقى ليا هناك 1000 واحد، بدل انا خلاص كاني ممثل فانا بقيت ممثل. الموضوع ده جه ازاي؟ الموضوع ده لما الرئيس اطلق ان عام 2016 عام الشباب، تم اطلاق مشروع اسمه الحوار الوطني للشباب من وزاره، كانت وزاره الشباب بترعاه من الاداره العامه تقريبا، الاداره العامه للبرلمان والتعليم المدني، وكلت الوزاره الدكتوره نعمات سياتي برعايه المهندس المحترم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. الحوار الوطني ده كان بيتعمل تقريبا في حوالي 380 مكان في مصر في وقت واحد، عباره عن الشباب بيجوا بيتحاوروا مع المسؤولين الموجودين في سواء يا اما في منطقتهم او بيجيلهم مسؤولين من الحكومه، وبيتحاوروا في كل القضايا. بيبقى مع طبعا بيبقى محطوط عنوان مثلا للجلسه، فبيجوا بيقدموا مشاريع ويقدموا رؤاهم، وبيتم خلال الحوار ده يعني خلاص مين مميز، مين متابع، مين مكمل كويس، وبيتاخد المبادرات بتاعتهم، وكانت فعلا بتروح كلها للرئاسه. الرئاسه كانت بتدرس وتشوف احنا عندنا مثلا 1000 مشروع، لا في منهم 200، شوفوا مين اصحابه، يتقدموا اسماء اصحابه، وطبعا اللي موجودين ومشرفين من وزاره الشباب عارفين مين اللي موجود. ده جزء من ال 3000 شاب. عشان الناس ما تقولكش ما يعني انا ما رحتش في حاجه زي كده، واللي ظاهرين اللي انا شايفهم هناك ان ناس بعينهم كده يعني شخصيات معروفه. والله يعني حتى لو الناس اللي ظاهرين دول موجودين في يعني انا شايف شخصيات معروفه كم واحد، يعني انا اعرف كم واحد مثلا 100 200 300 500 بعرفهم بالاسم ودولت اللي بيظهروا على الاعلام. طب المكان المؤتمر فيه 3000، اكيد في 2500 انت ما تعرفهمش، فدي حاجه ايجابيه. وبعدين هو موجود، ما هو شاب زي اكيد بيمثلني، واكيد فكره متقارب ليا، واكيد هيقدم رؤى انا ممكن اقدمها. ومش هنعمل زي جحا اللي كان ماشي قال لك ما جنب حمار، وقال لك سايب الحمار ومش راكبه لحد ما في الاخر شال حماره. يعني احنا هنعمل لكم كده مش عاجبكم، هنعمل لكم كده مش عاجبكم، هنجيب لا لازم يا جماعه نبقى وسطيين شويه كويس. انا ممكن في جوايا طموح عايز اقدمه، كنت اطمح ان ابقى مع سياده الرئيس، واطمح ان انا اقول الرؤى بتاعتي واتناقش مع الحكومه واعمل علاقات وحاجات بالشكل ده، بس الفرصه ما جاتش المره دي. احنا دلوقتي خلاص ده هيتكرر كل سنه، واكيد لو في بعض الاخطاء او بعض القصور او بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نعدلها في المؤتمر ده هنتلاشاها اكيد، او الحكومه هتتلاشاها في المؤتمرات اللي بعد كده. ويكفي ان سياده الرئيس قال لك احنا كل شهر هنعمل لقاء عشان نعمل فولو ومتابعه لنتائج المؤتمر يعني ده، نبني على اللي حصل، ما نشوفش يعني ما نشوفش الصوره اللي يعني بالظبط كده. فكان وجهه نظر قاصره بس. فكان الشباب المميز في الحوار الوطني هم اللي كانوا فعلا بيتاخدوا، مش هنقول كلهم برضو لان العدد كبير قوي. الحوار الوطني ده شارك فيه حوالي 91000 واحد على مستوى الجمهوريه، ف 91000 واحد وزاره الشباب هتودي 1000 مثلا، وفي 2000 موزعين على بقيه الهيئات والجامعات، احزاب واعلاميين وجامعات وخلافه. فيعني يا جماعه احنا خلاص يعني كل اللي ما شاركش حقه يزعل بصراحه، لان ده حدث قوي جدا وحدث مهم جدا ان كل شاب يحاول يوصل صوته. بس احنا قضايانا كلها شبه واحده، شبه مشتركه، فاكيد في واحد هيوصل، اكيد في حد هيتكلم. يكفي ان اللي بيتكلموا عني دلوقتي شباب، يكفي قاعد بيسمع، يكفي ان هو قاعد بيرد، يكفي ان هم كمان قاعدين بيرد. طبعا في بعض السلبيات مش عايزين نتلفها في المره اللي جايه. زي يعني مثلا عشان برضو ما يبقاش احنا اللي هو طالعين نقول الدنيا جميله وبس. لا الدنيا لا احنا بنقول اللي لينا واللي علينا. طيب. وايجابياته وسلبيات. البرنامج بتاع المؤتمر ما تعرضش من بدري، اللي هي الجلسات المؤتمر والمحاور بتاعته ما تعرضتش من بدري، اتعرضت من بدري على ال 500 اللي هم في البرنامج الرئاسي، وفعلا حضروا لها اوراق عمل كويسه جدا جدا، عكس الشباب اللي راحوا هم اعتمدوا على ان هم هيبقوا موجودين في مبادراتهم في الحوار، الى جانب المبادرات اللي هم كانوا مقدمينها هيحاولوا يعرضوها. فده برضو حاجه مش كويسه. الحاجه الثانيه برضو في نفس السياق، ان اللي قدم المؤتمر واللي عمل الشغل بتاع المؤتمر سواء افلام تسجيليه او كانوا متواجدين هم شباب البرنامج الرئاسي. برضو ده حاجه مش كويسه برضو، لان ده مش ذنبي ان انا ما قدرتش اوصل للبرنامج الرئاسي. انا خلاص طلعت مؤتمر اسمه مؤتمر حوار وطني للشباب، عشان ما يحسسش الناس ان الموضوع موجه بالظبط. الى حد ما لو بصينا النهارده على جلسه النهارده في نموذج محاكاه مصر، اللي موجودين اللي بيعملوه شباب البرنامج الرئاسي. يعني برضو هنقول ان في حاجات فعلا لازم لها
مجموعة هي اللي تقوم بيها تكون موجودة طول الوقت مع بعض، بس في حاجات لا، يعني يبقى في نوع من الدمج بشكل أكبر شوية. طبعا الجلسات أنا بشيد بيها كانت متنوعة جدا جدا، اللي موجودين على المنصة سواء شباب أو إعلاميين أو سياسيين، أو تنوع الرأي والرأي الآخر والمعارضة. وأنا عجبني الموضوع كان مفتوح فعلا، ده يقول كلمة ده يرد كلمة وهكذا. أنا نفسي اتفاجئت ببعض الإعلاميين قاعدين بيقدموا المناقشات وهم اللي بيديروا المناقشات، لا أنا عارف قوي إن هو بيطلع بيقول إيه، وساعات بيخبط في الحكومة ومش عارف إيه، والموقف بتاعه ساعات يبان إن هو ملتبس. طب ده جاي وبيدير يعني، لا طيب في رأي وفي رأي آخر ماشي، عايزين طبعا بنطمح في ما هو اكتر، وهنفضل طول الوقت نطمح في ما هو اكتر، بس مش اكتر، افضل يعني، اكتر وافضل، انما مش اكتر وبس في المطلق يعني. انما يعني بجد الشباب اللي متضايق من حاجه زي كده، لا ما اعتقدش ان انت تتضايق، عندك باب المشاركه لسه مفتوح، احنا هيبقى فيه كل شهر موجود لقاء ان شاء الله، نحاول نشوف ازاي نشترك فيه، وان الحكومه تحاول تفتح الباب شويه، او القائمين على الحوار ده يفتحوا الباب شويه، ان يبقى فيه مشاركات اكتر ومتنوعه اكتر، مش بس الشباب، ما يقتصرش بس على الشباب اللي شاركوا في المؤتمر تمام، لان في 91,000 تانيين شاركوا في الحوار الوطني. طيب شق تاني وهو خاص بالمجلس الوطني للشباب اللي حضرتك مؤسسه وامين العام ليه، حضرتك الفكره جت منين؟ بتهدفوا لايه؟ الشباب هيستفيدوا منكم ازاي؟ احنا كل الموضوع ان احنا بدل ما شباب، ان احنا بدانا خلاص اتعودنا على ان احنا سياسيين، وان احنا فاهمين، وان احنا عارفين، وان احنا منظرين. طيب ده كويس قوي ان احنا نبقى منعكشين كده شويه، فتعالوا نرتب امورنا ونرتب ورقنا ونرتب فكرنا، ونبقى بعد كده يعني منتجين، ننتج فكر وننتج رؤى وننتج مشاريع وننتج عمل كويس. مش غلط ان انا في وقت من الاوقات اكون مش فاهم، ومش غلط ان انا اكون منساق ورا 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 راي فعلا ما كانش سليم. الغلط ان انا استمر عليه. دلوقتي انت خلاص فهمت، عرفت، قدرت، بقى عندك نضج اكتر ووعي اكتر، بقيت تقدر تفلتر. انا يعني وائل بيقول كلمه لا مش هصدقها، انا هدور ورا وائل وهدور واجيب السورس بتاع الكلمه، المصدر ايه بالظبط، وهو صح ولا لا. فعايزين نحاول كل الكلام ده لنتائج ايجابيه من خلال المجلس، ان احنا بنشتغل على يعني الفرد نفسه. لازم ننمي عقولنا، لازم ننمي نفسنا، لازم ننمي افكارنا، لازم ننمي طريقه عملنا على الارض، عايزين نشتغل، عايزين نبني مصر. طيب الناس بتسال انتوا مين؟ معاكم كام شاب؟ احنا الشباب مفتوح لهم الموضوع ولا لا برضو؟ طيب انا هقولها، احنا 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 كلنا شباب، شباب مصريين، مؤسسه مجتمع مدني غير هادفة للربح، غير ممولة، لا بتقبل تمويل ولا بتاخد تمويل، كل اللي موجودين الشباب اللي فيها بس هم اللي بيتعاملوا فيها ومنجيبهم الخاص. معايير الاختيار عندنا ان انت تكون وطني مصري، بتدعم جيشك، بتدعم بلدك، ما بتنسقش ورا ما اللي بيقولوا يسقط حكم العسكر والناس دي كلها، لا بتدعمهم فكريا ولا، وطبعا ما تكونش ليك علاقه لا بالاسلام السياسي ولا بالاخوان المسلمين. ده شروط العضويه عندنا، فيما عدا ذلك اهلا بي، ما فيش اي حد، لا فيش سقف لكونه متعلم ايه ولا حتى السن على فكره. موضوع سياسي ولا سياسي اجتماعي؟ لا، يعني احنا الموضوع بالنسبه لنا تنموي، تنمية العقول، تنمية الوعي، تنمية الفكر، تنمية بلدنا. يعني بتقوم مثلا بمؤتمرات، ندوات على شاكلة مثلا أو على عملنا غرار. عملنا مؤتمرات، وكان من ضمن مؤتمراتنا مؤتمر كانت نتيجته إن احنا جبنا تصريح بجامعة شمال سين، من الحمد لله الرئيس وافق عليه. والشق السياسي عندنا اللي هو الشق التثقيفي وليس العمل بالسياسة. احنا نقدر نثقف بعض، نقدر نتناقش، نقدر نوصل للنتائج، نقدر نجيب اساتذه يعلمونا، يعلموا الشباب، انما ما بقاش ان انا شغال بالسياسه ودي شغلتي ودي مهنتي. حابب تعمل ده بتعمله بره اطار المجلس، ما فيش اي مشكله. الايديولوجيات عندنا مختلفه، يعني عندنا كل النوعيات من الشباب موجوده، احنا عندنا 25 فرع على مستوى الجمهوريه، كل الشباب هم اللي عاملينه، هم اللي بيصرفوا عليه، هم اللي بيديروه، هم اللي حتى الفعاليات اللي فيه لا مركزيه، يعني احنا عندنا اطار عام من خلال لائحه عامه بيشتغل من خلالها. انت اشتغل من لا مركزيه بتاعتك عادي خالص، اعمل اللي انت عايزه، بدل انت بتعمل حاجه بتفيد المجتمع. وكمان بننشر سياسه العمل التطوعي لانه مهم جدا، يعني انا لو قدرت اساعد اللي جنبي واساعد جاري ده حاجه
حاجه كويسه جدا لتنميه المجتمع. والموضوع مفتوح لاي حد من الشباب لو حابب يشارك معاكم، يعني كده بقى بناكد على مثلا اللي شايف من الشباب ان هو لم يمثل مثلا في مؤتمر وطني في وخلافه يعني، وعنده فكره معينه عايز يوصلها، عنده محتاج مثلا يكون في وسط شباب يدعموا بعض ويساعدوا بعض ويبقى في مناقشات يعني. اهلا وسهلا، نتمنى صح، نتمنى كمان وسهلا. نتمنى نتمنى. وعايز اقول لكم حاجه يا شباب، يعني بجد احنا عندنا في المجلس ما فيش حد اسمه امين عام وحد اسمه ده، دي مسميات لمجرد الكادر الاداري بس يمشي كده عشان المدير ماشي منسق، انما احنا كلنا يعني على نفس القدر من المستوى، على كلنا واحد. على فكره مش السن، انا مش بتكلم على سن الشباب، احنا عندنا لا، انت السن مفتوح يعني، انت 60 70 50 40 15 كل ده موجود، مفيش اي مشكله، كلنا خبراتنا بنستفيد من بعض فيها، والتنوع فيها مهم جدا. لان انا يعني ما الشاب مفيش شاب هيقدر يكمل من غير خبره واحد سنده وعنده خبره بالحياه، الخبره دي مش بتيجي الا في يوم وليله، ده عايزه سن وعايزه تجارب كتير قوي قوي قوي، فدايما بنحاول ان احنا نستفيد من بعض، فالتنوع فيها مهم جدا. طيب يبقى في افكار كتير زي دي وناس كتير بتدعو الافكار زي دي، لكن عايزين نعرف منكم ايه الرؤيه، بتهدفوا لايه، شايفين نفسكم مثلا بعد كام سنه هتوصلوا لايه من خلال يعني مجلس زي ده؟ يعني احنا نطمح لايه دي، احنا نطمح ان احنا نكون مظله الشباب المصري اللي موجود في خدمه الدوله المصريه كويس، وخدمه تنميه المجتمع المصري. ده طموحنا. انما الرؤيه هتبقى عامله ازاي، احنا اعتقد ان احنا كل مصر ما عندهاش رؤيه لسه مستقبليه، لان احنا في متغيرات رهيبه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه. بحييك على فكره الصراحه وان احنا مش بنجمل وخلاص، لا بنقول ان الموضوع لا. يعني بنحاول بس كلنا بنحاول مع بعض. وعلى فكره برضو انا هقولها للشباب وهقولها للشعب المصري كله، احنا لسه بدري، احنا 90 مليون واحد، كل واحد بياكل ويشرب ويتعلم وصحه، ولا علشان المنظومه تنتظم، لو 90 مليون واحد دولت، لو انا الصبح جبت لكل واحد مليون جنيه، شوفوا انا علشان اوزعهم اديله بس في ايديه المليون جنيه ده هاخد وقت قد ايه على ما اديهم ل 90 مليون ده، وانا هديله فلوس يعني. شوف بقى يعني مش لسه هبني ولا هخطط ولا هتحارب من بره وهتحارب من جوه ولا هيتفجر لي مبنى انا بعمل، لا ده انا بس هديك فلوس. عدوا كده يا جماعه، احنا عندنا مشاكل كتير ومحتاجين يعني مجهود كبير، والكل لازم يشارك، فده هياخد وقت، فلازم الوقت ده نبقى كلنا متحملينه شويه. طيب وطبعا مش معنى متحملينه شويه ان احنا نفضل اي فشل اللي احنا موافقين عليه، لا، اي فشل للحكومه بنقول لهم لو سمحتوا انتوا عليكم جزء كبير، اشتغلوا. طيب. مش هنفضل على طول متحملين الى ما لا نهايه. طيب. فانتوا معانا واحنا معاكم. حطني في الصوره برضو اكتر من خلال شغلكم، ايه ابرز المشاكل اللي شايفينها بتواجه الشباب؟ يعني اكيد بقى دي لازم يكون الموضوع مدروس كده، حاطين ان طيب. في واحد اتنين تلاته وهنعمل كذا عشان نتخلص من كذا. بص، ابرز المشاكل اللي بتواجه الشباب دلوقتي ان هو ما هواش فاهم الدوله بتعمل له ايه. ومش فاهم ايه حجم المشاريع الكبيره اللي موجوده. ومش فاهم الدوله لما عملت له مميزات انا هروح اخدها ازاي، طب وبعد ما هاخدها. طب بس انا اتحفظ على 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 لفظ مش فاهم، لان ممكن يفهموا ان احنا بنقول مش فاهم يعني مش قادر يستوعب، ممكن تكون مش واصله له او الناس مش قادره توصل له. وهي لو مش عشان ما حدش يزعل مشتركه، عشان ما حدش يزعل مني يا شباب، ما هو لو مش فاهم يبقى انت مش واصل لك، فانت مش فاهم عشان مش واصل لك مش عشان انت غبي. بالظبط. لا طبعا يعني. بالظبط. طيب احنا عندنا مشروع ان شاء الله بنجهز له ده مع وزاره الشباب ومع ان شاء الله يا رب مع البنك الاهلي المصري. ده مشروع اسمه ابدا حياتك. الدوله عملت حاجات كويسه جدا الفتره اللي فاتت للشباب، بس الشباب لا قدر يستغلها ولا الدوله قدرت توصلها كويس، علشان في فجوه في النص وهي الوعي. عملت مشروعي ده، انت عندك 12,000 دراسه جدوى ومشروع موجودين، تقدر تختار منهم مشروع تروح تاخد عليه قرض، وعندك مشروع جمعيتي نفس الموضوع، وعندك ال 200 مليار جنيه اللي الرئيس قال عليهم ان هم دولت قروض ميسره للشباب موجودين لحد دلوقتي ما جابوش النتيجه المنتظره منهم. وما الحاجات دي فين؟ ما هو الشباب بيسالوا لما بيسمعوا يعني مصطلحات حلوه كده، بس يجي يقول لك ما مش هستفيد منها في حاجه. هو حقهم، بس في حاجه برضو انا لازم الوم على الشباب، الشباب ما بيتحركش برضو، عايز الحاجه تروح لحد عنده. لا اتعب شويه وتحرك، دي نمره واحد. نمره اتنين، الحكومه فعلا اعلاميا مش موضحه ازاي اوصل واخد واخلي واسوي الموضوع ده فعلا يعني. مش والشباب اقول لك برضو، خلينا يعني نفتح الموضوع، الشباب بكلام الناس كده يقول لك لا ده هي متخصصه الناس بعينها والحكومه بس عماله. لا لا خالص، لو متخصصه الناس بعينها كان زمانها خلصت من بدري، هي موجوده لسه لحد دلوقتي، اللي عايز يروح ياخد موجود. احنا عملنا مشروع صغير، يعني المشاريع دي كلها عباره عن حاجه يعني، في مقوله كده اللي هو ايه، اديني سناره علمني الصيد وما ولا تعطيني سمكة. الحكومه جت ادتك السمكه، طب انا هاخدها، ده قرض. لو انا ما قدرتش اشتغل وانجح واسدد القرض
واسدد الفايده بتاع القرض واوفر لي حاجه، يبقى انا كده في الاخر ايه؟ هتحبس كمان يعني مش مثلا زي ما انا ده انا هيروح يتحبس. طيب انا ازاي نعمل حاجه تخليني ما اتحبسش وتخليني ان فعلا انا هكسب ومشروعي ينجح. فالمقومات الاساسيه لاي مشروع اللي هو تبقى انت فاهم يعني ايه دراسه جدوى، يعني ايه اداره مشروع، يعني ايه تسويق المشروع. الاهم من ده بقى بعد ما اكون فاهم ده كله ازاي اروح احصل على المميزات دي من الحكومه. فده مشروع عملناه اسمه ابدأ حياتك، هيبقى المشروع بيتخلل كل المراحل دي، هتتم تدريسها للشباب تمام، هياخدها في شكل 30 ساعه 30 60 في حدود 80 ساعه، ودي 85 ساعه بالظبط. اسمح لي استوقف حضرتك كده ونظبطها مع بعض. اتفضل. ده مشروع بدا ولا هيبدا؟ ده مشروع بدات الموافقه عليه فعلا، وحاليا بندرس ازاي اليات التنفيذ الحمد لله، يعني خلال يعني شهر بالكتير قولوا يا رب نكون بادئين فيه، نكون مع حضرتك مكالمه معانا كده في كلام الناس تقول لنا يلا يا جماعه انطلقنا في المشروع، وهنبدا بيه كمان في المحافظات اللي كان فيها هجره غير شرعيه عشان الناس دي جدا. فعلا حقهم يوصل لهم خدمات قبل اي حد. حلو جدا. لان فعلا هم محرومين يعني، او الخدمات ما بتوصل لهمش بشكل كامل، فاحنا هنبدا بيه معاهم باذن الله برضه عشان نقول ان احنا كمجلس وان احنا كشباب مهتمين ببعض وان الدوله بتساعدنا ان احنا كمان نهتم. واحنا كمان بنقول لكم انتوا اجدع ناس عشان يعني فكرتوا الفكره دي، يعني الفكره دي طالما حاضره يبقى انتوا كده ناس جدعان وبتفكروا بشكل واقعي وعملي. احنا عايزين ننجح مشاريع الدوله كانت موجوده، فان الشاب لو هو فاهم هيقدر يروح ياخد. احنا كمان هنجيب له يوم، هنجيب له ممثلين من البنوك، وهنجيب له ممثلين من الصندوق الاجتماعي، وممثلين بنك مركزي عشان يجي يشرح له ازاي يحصل على القرض بتاعه بشكل مناسب. طيب بالراحه، احنا قلنا اول حاجه ان هو يتنفذ كمان شهر تقريبا كده هيبدا. يا رب. قول لي كده الشروط المفترض، ان انا شاب دلوقتي بتفرج وسامع كلام جميل ابدا حياتك ومشروع جميل اهو، انا كشاب هبدا منين واروح لحد فين؟ طيب احنا حاطين له الخطه الاولانيه ان احنا مش عايزين شاب يجي عن طريق اي جهه يقول له لا تعالى روح خد الموضوع ده عشان يديني العدد اللي انا عايزه، لا. احنا هنعمل مرحله اوليه ان احنا هننزل المكان، هنعمل فيه ندوه كبيره تعريفيه بالمشروع زي الفل، وخلال الندوه في ورق هنوزعه لاستطلاع الراي كده، انت ايه ومين وازاي وحابب تشارك في المشروع ولا ما انتش حابب، ولو حابب انت طموحك ان انت تعمل مشروع ايه. طيب ده هيبقى معانا بناء على الورق ده. مثلا احنا جه 1000 واحد قاعدين في الندوه، في 100 حبوا يشاركوا، خلاص انا اختار دول تشاركوا اوتوماتيك، مش هيبقوا مش خاضعين لاي معايير لسبب. انت القروض دي موجوده لاي حد من الشباب متعلم او مش متعلم، هو لو راح خدها بدل استوفى او الشروط والاوراق بتاعته هياخدها. فانا ما اقدرش اشترط فيه حاجه مش موجوده اصلا فيه وهو هياخد القرض دوت. انما اللي يهمني ان هو يكون جاي عشان هو عايز يجي، لان هو لو عايز يجي يبقى انا على الاقل ضمنت 50% من اللي هياخدوا الكورس ده هيروحوا ياخدوا ويعملوا مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر ويشتغلوا بجد ويبقوا ناجحين في انت تقصد مش فكره انه هيروح ياخد الكارد ويجي يفاجئ ان هو كان معاه فلوس وخلصت ما عملش بيها حاجه. لا انا هفهمك بقى. هديك الاول دراسه الجدوى، وهديك اداره المشروع، وهديك التسويق. فانت بقيت عارف دلوقتي ازاي تدير مشروع ناجح. هتنجح انت لو حتى لو مش مشروع من عندي، يعني مشروعك فيه 12000 مشروع، لو مش هتروح تاخد منهم مشروع، انت عندك فكره عايز تعملها، هتطبق اللي انت عرفته ده اليات النجاح لاي مشروع هتطبقها، فانت اوريدي هتضمن على الاقل 50% من نجاح المشروع. والدعوه هتبقى مفتوحه لكل الشباب، اي حد حابب يستفيد هيجي يحضر الندوه وياخد الكورس وينطلق. لكل شباب مصر يعني. ده احنا بنحاول نعمله عشان نعالج اللي اتعمل قبل كده، ويبقى الشاب كمان ملوش حجه بقى. طيب يعني تقريبا هيستفيد منه تقريبا كام شاب تقريبا؟ لا يعني دي ما نضمنش، يعني دي ما نضمنش، يعني نتمنى يستفيد منها شباب مصر كلها. يعني احنا وعلى فكره دايما انت بيبقى فيها تجريبيه لاي مشروع، يعني هيبان في الاول المؤشرات الاوليه هتبان لما تبدا اول مشروع، لو لقيت الاقبال عليه والنجاح كبير اكيد هتحاول تكثف، يعني بدل ما نبقى ماشيين على التوالي هنمشي على التوازي. طيب يبقى بدل ما احنا في محافظه واحده ممكن نبقى في 4 محافظات في وقت واحد وهكذا. طيب واحد برضو بيتفرج علينا وشايف ان اللي احنا بنقوله ده اتقال كتير ومشاريع قبل كده اتقالت وانا ما استفدتش حاجه، تقول له ايه؟ اقول له عيب فيك بجد. لان لما يبقى كل ده متاح ليك وانت ما انتش حابب تتعلم وما انتش حابب وما عرفتش تستفيد، يبقى العيب فيك. يبقى انت لازم برضو لسه تشتغل على نفسك تاني. ومع ذلك يا جماعه الحكومه بنحتاج منها مجهود اكبر واكبر. احنا مش بنطبل لها ولا احنا بنقول بنأيد في المطلق، لا احنا محتاجين لسه حاجات كتير، بس بلدنا كويس محتاجه مننا اكتر، وفي نفس الوقت عندنا ظروف فعلا مش سهله.
لازم نقدرها ولازم نبص اللي ما عرفناش نبص لاربع جوانب بتوع الصوره، نشوف جانبين، نبطل نشوف جانب واحد. الجانبين ممكن يوصلونا للثالث، يبقى احنا كده كوننا راي موضوعي. يعني هي دعوه للواقعيه وللتعامل بعمليه كده بالظبط. نعيش نعيش بعمليه. وبرضو بقول لكم يا شباب، اول ما تلاقوا ان في الحكومه فعلا وان الدنيا مش مظبوطه، لا اطلع وقول الدنيا مش مظبوطه، حقك عبر عن رايك بموضوعيه، ولا ما بتنسقش لاي حد. اللي يقول لك انزل، اللي يقول لك امشي في مظاهره، اللي يقول لك انت عندك عقل ميز بيه، ابعد عن كل الكلام ده. في مصالح كتيره قوي اكبر من فكري وفكرك بتبقى موجوده، نحاول نوصل لها فكريا ونحاول نتعامل معاها، لان ممكن يستخدمونا احنا في الاخر خالص. هضرب لكم مثل صغير. اتفضل. اللي موجود في السجون علشان خالفوا القانون عن نيه طيبه هم الشباب، مش اللي دعوا لهم. مش اللي دعوا للشباب ان هم ينزلوا واستخبوا وما نزلوش، والشاب نزل بنيه صافيه وان هو فاهم، ممكن مش فاهم الصوره كامله، وفي الاخر خالص خالف القانون ونزل مخالفه للقانون فاتحبس نتيجه مخالفته للقانون، مش نتيجه ان هو ده رايه، مش نتيجه ان هو رايح يقول رايه فاتاخد عشان رايه، لا هو اتبع طريق غير قانوني نتيجه ان هو وثق في وائل مثلا، ووائل دعاه للنزول فنزل. فجأة وائل اختفى، بص على المشهد من بعيد وانت اللي اتخذ. لا فكر، انت في الاخر اللي بتتأذي، فكر مره واتنين ودور مره واتنين وما تستناش حد يحرك. لكن البديل الواقعي اللي انتوا بتقولوه بقى ان احنا ان شاء الله في مجلس وطني زي اللي حضراتكم عاملينه للشباب، ان هو يشارك فيه ويبدي رايه وهيكون في تفاعل ان شاء الله، وموضوع ابدا حياتك ده برضه ان شاء الله باذن الله. انا بس ليا دعوه عايز ادعيها لوزاره الشباب من خلال البرنامج بتاعك. ال 91,000 شاب اللي شاركوا في الحوار الوطني للشباب اللي في الاخر خلاص تم اختيار 3,000 وتساوي الباقي، اكيد ليهم مبادرات محترمه تحترم. كويس، اتمنى ان هي تتجمع من خلال وزاره الشباب وتعمل لهم هم المبادرات اللي هي ما راحتش والاصحاب ما راحوا، تعمل لهم مؤتمر حتى لو مؤتمر مصغر. كويس. بحيث ان احنا نضم المبادرات دي الى مبادرات المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ، ويبقى يكمل مع المبادرات الموجوده ويتم متابعته كل شهر من خلال الرئيس. اعتقد دي خطوه لو تمت، يعني اي حد زعلان بقى، اي حد مضايق ان هو ما شاركش، اي ان شاء الله هيبقى الموضوع يعني فايدته اكبر لينا كلنا. طيب بواقعيه برضو بموضوعيه، بما اننا فاتحين اهو بنتكلم يعني على البحر زي ما بيقولوا كده، ان شاء الله الشباب قادر انه يندمج في الحاجات دي، ولا الموضوع هيطلع في الاخر صوره ومش هيندمج؟ هو احنا ليه دايما بنتساءل هو الشباب قادر ولا لا؟ يا جماعه الشباب عمل ثورتين، كان في الطليعه، كان هو المبادر. عشان نضمن، عشان هو بيسالك حق. دلوقتي الشاب نفسه بيسالك انا همثل، هدخل، هبقى موجود أيوة في الحاجات دي. ايوه يا عم والله هتمثل وهتدخل تبقى موجود. خبط الباب بطريقه مظبوطه، فكر بطريقه مظبوطه، ما تستناش حد يقول لك تعالى، ما تستناش حد يزقك، انت روح وبادر. يا جماعه مشكلتنا كشباب ان احنا مش كلنا بنبادر، صدقوني والله اللي بيبادر بيوصل. وعلى فكره انا بقول لكم الكلام ده وانا عندي احباطات عشان تكونوا عارفين. يعني احنا في الشغل احنا بس بنشوف الموضوع بشكل واقعي ليس اكثر، مش ان احنا بنقول وبنقول حلو حلو كل الدنيا جميله تيجي نضرب مثل صغير. اتفضل. يعني انا لو اترميت وما بعرفش اعوم وما فيش خشبه بعد متر، هي دي اللي همسكها هروح لها على قد ما اقدر، هنزل عشان اروح لها. اعتبرونا يا جماعه فرغم ان في ظروف صعبه لكن انت محتاج تشتغل وتشتغل على نفسك. صعبه فانا لازم عارف، احنا ما عندناش حل تاني. اديكوا شفتوا اللي راحوا رموا نفسهم في الميه ايه اللي حصل. الله يرحمهم كلهم. وانا عجبني ان انت بتقول ان احنا رايحين كمان نشتغل على الكره دي وعلى الاماكن دي بصراحة، علشان انتوا عشان برضو ما احنا، انا قلت هنا في برنامج كلام الناس وقلت الموضوع لو ما اتعاملش بثلاث حاجات، منهم اول حاجه قانون، ثاني حاجه توعيه، ثالث حاجه توفير فرص زي ما حضرتك بتقول كده، هنروح نوعي ونوفر لهم فرص، فهنا والقانون ان شاء الله يبقى موجود فهو مش هيلجا ولا يروح لحاجه زي دي تاني. لا هو مش هيلجا، بس نتمنى بقى الدور بتاع المحليات اللي جاي مهم جدا، دور الشباب فيه عفروا علشان سبب اللي انتوا فيه فساد المحليات باختصار. لان انت في مكانك ما انتش شايف خدمات، ما انتش شايف رعايه، ما انتش شايف حاجه بتعملها، كل حاجه عشان تعملها لازم تدفع لها رشوه. هتدخلوا وهتشاركوا ان شاء الله في ده. احنا بنشارك بالتثقيف وليس بالعمل جداً. وفي يعني في حمله انا بدعو لها من دلوقتي اسمها حمله محلات للشباب، عامله شغل هايل جدا جدا وبتثقف بشكل قوي جدا على مستوى الجمهوريه. اتمنى يعني لو لقيتوها دي حمله شباب في شباب
علشان يقدروا يوصلوا للمحليات بعيد عن كل التيارات السياسيه اللي هي عايزه تنفرد بالموضوع، وان الموضوع ما يتاكدش في شق سياسي وفقط، احنا عايزين عمل مجتمع، عايزين شباب يكونوا ممثلين عشان هم اللي يتحركوا وياخدوا المبادرات ويتخذوا اجراءات ويحسوا ان هم موجودين بجد. بالظبط. انت سبب مشاكلك الرئيسيه ان المحليات عندك في منطقتك اهملوا كل حاجه، فانت حسيت بالاهمال، حسيت ان انت ما عندكش خدمات، حسيت ان انت ما عندكش كل حاجه. طب في ايدك انت بقى دلوقتي ان انت لو حاولت تتجمعوا صح، تتثقفوا صح، تترشحوا للمحليات صح، ان انت اللي تصلح منطقتك وتصلح حاجتك بايدك. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وبحييك على وجهات النظر يعني المتوازنه، اللي يعني بتقول ان في سلبيات وتقول ان في ايجابيات، بتتكلم هنا وهنا، وده المنوط والمطلوب منكم. انا محتاج اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اشكر المهندس خالد عبد العزيز، اشكر الاداره العامه للاداره المركزيه للبرامج، الاداره المركزيه للتعليم، والبرلمان في وزاره الشباب والرياضه، عملوا مجهود كبير جدا جدا. في قصور، عشان ليه اصدقاء هيقولوا انت كنت بتطبل لهم، لا يا جماعه في قصور، وهم عندهم قصور فعلا، بس المجهود اللي اتبذل في الموضوع ده كبير جدا جدا جدا. انا نفسي بمجموعتي في ناس عندنا شبه ان هم اتاذوا من القصور ده، بس النتيجه الكبيره لصالح شباب مصر وصالح مصر اكبر بكتير، فلازم كلنا ساعتها ننسى كل القصور ده ونشوف الايجابيه ايه ونحاول نمشي وراها ونكملها ان شاء الله، ونتابع بعد كده ماذا بعد. فشكرا لسياده الرئيس بجد، مجهود شكر يشكر عليه وفكر يشكر عليه، ونتمنى ان شباب مصر يستغلوا الفرصه دي وما يضيعوهاش من ايديهم. بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى برضو ان حضرتك ان شاء الله تستجيب، وهي الدعوه مفتوحه للشباب بالمشاركه في المجلس الوطني للشباب، اي حد عنده فكره حابب يشارك، حابب يثقف ويثقف غيره، ويكون المشاركه زي ما الدكتور قال لنا كده، الموضوع مفتوح، وشاركوا معاهم وابداوا، وانتظروا في خلال 30 يوم موضوع ابدا حياتك. صح كده؟ يا رب ان شاء الله منتظرين منكم المزيد، وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا جزيلا. مشاهدينا حلقتنا لسه ما خلصتش، الدعوه بقى للشباب اللي بيذاكروا حاسين ان موضوع المذاكره صعب، تعالوا بقى نذاكر مع بعض، لكن بعد الفاصل. شكرا. احسن طريقه للمذاكره ان احنا بنحضر للدكتور، بنحضر المحاضره بتاعت اللي هي السكشن، يعني بنحضر المحاضره بنحضر فيها الدرس اللي احنا هناخده، عشان لما نحضر السكشن يبقى محضرين اللي احنا خدناه. احسن طريقه للمذاكره انا بشتغل المحاضره، وبعد كده بروح البيت بشتغل ملخص المحاضره اللي انا خدته، واطبع السي دي اللي احنا خدناه دوت، بطبعه وبشتغل عليه تمام، وفي نفس الوقت برضو يعني اشتغل برضو بجيب المعادلات والحاجات دي كلها واشتغل عليها برضو في الرياضه والمحاسبه الحاجات دي كلها، وبرضه بنشتغل على السكاشن، السكاشن برضه بنفهم فيها اكتر من المحاضره. احسن طريقه طبعا المذاكره ان تجيب الكتب وتحضر، اهم حاجه الحضور، احضر الاول عشان تفهم، بعد كده روح طبق في البيت. اهم حاجه الحضور والمحاضرات ده اساسي، وبرضه السكاشن اعتمد عليها، بعد كده تعمل ملخص للبيت ليك، تعمل ورق ليك معين انت تعمله تجهزه من محاضرات والسكاشن، وتعتمد على التطبيقات اللي الدكتور بينزلها. عادي كنت بذاكر في اليوم 3 ساعات بس، يعني كنت بين كل ماده وماده كنت بخلي ساعه ريست فيها، والمذاكره بتاعتي كانت عباره ان انا بقعد احفظ بقى بورقه وقلم وكده بس. عن نفسي بذاكر عن طريق العين، يعني ما مش بمسك ورقه وقلم واذاكر وكده، بقعد على السرير كده وبجيب الكتاب وابص فيه كاني بقرا جورنال. افضل طول المذاكره اللي انت تبقى قاعد على مثلا كرسي ومكتب، حضرتك ما تقعدش اصلا على، ما ينفعش انت تقعد على السرير او كده، لان ده انت اصلا هتنام، طبيعي اللي انت هتنام لو قعدت على السرير او اتغضيت او كده، لان الدفء ده بيؤدي اصلا للنوم. بقعد اعيد وازيد في المعلومه واقعد اقرا وافهم نفسي واكلم نفسي ان انا بشرح لها لغايه ما احفظ المعلومه بس. اهلا بحضراتكم مره تانية، مشرفنا منورنا الاستاذ محمد شاكر، مدرب التنميه الذاتيه والبشريه، واللي دايما بيذاكر لنا كده موضوعات كتير مهمه في مواضيع التنميه البشريه. موضوع النهارده مهم جدا جدا جدا، هو موضوع المذاكره. ناس كتير لحد دلوقتي مش بيبقوا عارفين يذاكروا، وموضوع بيبقى عامل صعوبه وعامل ضغط نفسي
وان انا مش قادر احصل وبقعد وقت كتير ومش عارف احصل. تعالوا بس نرحب بيه الاول ونعرف منه ازاي نذاكر. منورنا. ربنا يكرمك يا رب. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ وحشتوني. وحشتني والله. ربنا يكرمك. هتذاكر لنا النهارده ازاي نذاكر؟ هنتكلم شويه عن شويه تريكات كده لو عملناها نقدر نذاكر بشكل افضل ان شاء الله تعالى من كل اللي احنا كنا بنعمله السنين اللي فاتت دي ان شاء الله. السؤال يعني اللي بيطرح نفسه اذاكر ازاي او بتذاكر ازاي زي ما احنا سالنا الناس في التقرير كده. عارف دايما كان دايما السؤال ده لازم يتسال لاشطر واحد في الفصل يعني. عارف نروح لاشطر واحد في الفصل كده انت بتعمل ايه لما تروح يعني انت بتذاكر ازاي. الفكره كلها ان في طرق احنا تعودنا عليها في المذاكره. من اهم الطرق اللي احنا تعودنا نحفظ بيها طريقه التكرار. ان انا اقعد اقرا الكلام كتير او ان انا اقعد اكتب الكلام كتير قوي لحد ما احفظه. طريقه التكرار دي تعتبر من لوحدها لو انا مارستها لوحدها تعتبر من اسوأ الطرق في الحفظ. اسوأ الطرق في الحفظ. بالظبط كده. وده بيحصل لنا كلنا ويمكن حصل لي وحصل لك اكيد واحنا بنمتحن ان انا ادخل الامتحان افتكر واحد واثنين وثلاثه ما تجيش. فتضيع علي أربعة وخمسة وستة والباقي كله اللي هو عارف له إيه هات لي بس أول كلمة وأنا هجيب الباقي كله. التكرار معتمد على أن أنت بتعود نفسك على تكرار شيء معين بس أنت مش رابطه بحاجة أنت رابط الموضوع بتكراره بس. طيب تعالى أرجعك لورا سنة. تمام. هو إحنا المفروض نحفظ ولا نفهم ولا الاتنين في بعض ولا إيه؟ بس بالواقع بالعمل يعني ما تقوليش المفروض لا قولي بالواقع. الافضل والاحسن والمفروض ان احنا نفهم الاول. نفهم الاول مفروض. احيانا في ناس تقول طب انا مش بفهمش من الاستاذ ما بفهمش من الدكتور ما بفهمش من الكتاب اللي مكتوب. في طرق كتير قوي ممكن نفهم بيها. انا شخصيا انا بعمل ماجستير دلوقتي فالطرق اللي انا بتكلم عنها دي انا مجربها حاليا وبطبقها ولسه امبارح مخلص تدريب عن المذاكره في محافظه من المحافظات يعني. الفكرة ان احنا انا مش فاهم دي مش فاهمها من الدكتور مش فاهمها من المدرس مش فاهمها من الكتاب. طيب اعمل ايه؟ ادور عليها بشكل معين لحد ما افهمها. اليوتيوب موجود جوجل موجود الانترنت بشكل كامل موجود. ادخل بس اكتب الحته اللي انت مش فاهمها دي اكتب عنوانها بس في اي موقع بحث. طب انا سامع حد بيسال دلوقتي بيقول لك يعني هو مهم ان انا افهم ولا مش مشكله واحفظها لا اصل انا لو انا ما فهمتهاش احفظها. بس بعد كده خلاص بخ يعني مش مفيش حاجه. الاسهل امبارح في الكورس اللي بقول عليه ده كان في بنات في ثانوي عام وبياخدوا كيمياء وهم متخيلين ان المعادلات بتاعت الكيمياء دي ايوه عارف انت السكروز والنتروز والحاجات الغريبه دي ايوه المعادلات بتقعد بالصفحه دي المعادلات دي ما بتتفهمش دي هي لازم تتحفظ كده زي ما هي. عايز اقول لك ان اول انا ما بدرسش كيمياء واخر علاقتي بالكيمياء كانت في ثانويه عامه زمان يعني بنتكلم من 15 سنه ولا حاجه. بس بمجرد ما مسكت المعادلات وشغلت دماغي شويه ان انا افهم بس ايه اللي هنا وبيتحط عليه ايه فبيطلع لي ايه في الاخر الموضوع بقى سهل. فالفكره كلها ان حتى الكيمياء الفيزياء قوانين الرياضه الحاجات دي كلها والله بتتفهم يعني الناس اللي بيشتغلوا عليها الناس دي فاهمينها مش مجرد حافظينها وخلاص. بس نفرق ما بين حاجتين. نفرق ما بين مواد محتاجه اصلا حفظ ومواد تانية مش محتاجه حفظ. المفاجاه ان مواد زي الفيزياء وزي الرياضه واي ماده لمحاسبات دراسات الجدوى الحاجات الاحصاء والحاجات دي كلها الحاجات دي مش محتاجه حفظ. دي المفاجأة بقى مش محتاجة حفظ خالص. الحاجات دي محتاجة حل كتير يعني محتاجة ان انا ما اقعدش احفظ في القوانين علشان افكر احل ازاي في الامتحان. ودي مشكلة ناس كتير ان هو بيقعدوا يحفظوا في القوانين ويدخلوا الامتحان هو عارف القانون. طب يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده انا واحد عايز اذاكر تمام فبتقول لي بص من البداية كده ابتدي اقسم قول دي مواد مثلا حفظ ودي مواد حل فهم او فهم ماشي. او حل اكتر ماشي. لو قسمت التقسيمة دي الموضوع بقى اسهل. يعني بتوعدني بده نعمل ده. طيب رقم واحد اول حاجه ما تذاكرش ماده انت مش قاريها. فرقم واحد اعمل ايه؟ اقرا الماده. يعني ايه؟ للاسف ناس كتير بيروحوا ماسكين الكتاب فاتحين الدرس اللي عايزين يذاكروه او المحاضره عايزين او العنوان اللي عايزين يذاكروه ويبدا يذاكر. ما ينفعش تذاكر. اولا لازم افهم عقلي شغال ازاي. عقلي شغال بالروابط في شبكه كده معينه جوه عقلي مش متقسمه دراج ولا متقسم دواليب ولا متقسم ملفات كل ملف فيه لا هو في شبكه. فالشبكه دي انا لازم ابني المعلومات اللي انا هدخلها جوه على الشبكه دي. لازم ادخلها بنفس السيستم بنفس النظام عشان في الاخر خالص لما اجي اجيبها بنفس النظام ده. طيب الشبكه دي بتقول ايه؟ بتقول ان كل معلومه مربوطه بكل معلومه جوه عقلي سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. كل معلومة مربوطة بكل معلومة ايا كانت الحاجة اللي انت هتدخلها دي لازم تربطها بمعلومات سهلة بالنسبة لك
فلما الربط ده يبقى قوي جدا المعلومه يبقى سهل قوي انك تفتكرها. طيب اول طريقه للربط انك ما تبداش تذاكر، انك تبدا تقرا الموضوع، تعرف العنصر الاساسي او العنوان الاساسي والعناصر اللي تحته، العناوين الفرعيه، الماده دي كام باب، الباب كام فصل، الفصل كام قسم، ايا كان التقسيمه، افهم الدنيا بس ماشيه ازاي، المدرس او الدكتور او وضع المنهج ده حطه عامل ازاي. فانا هفهم بس اقرا الماده، بعد ما اقرا الماده هبدا احاول افهم اكبر كميه من الماده دي، وانا بفهم ما احاولش احفظ، بفهم الخطوط العريضه للماده دي. انا عايز افهم في ايه الماده دي بتتكلم عن ايه، ما احفظش، افهم بس الاول، افهم الماده دي بتتكلم عن ايه، سواء بقى تاريخ، سواء فيزياء، سواء كيمياء، سواء احياء، سواء عربي، سواء لغات، ايا كانت، افهم بس الحته دي بتتكلم عن ايه. مجرد فهم، ماشي، جميل، فهمت. في بقى حاجه مهمه جدا قبل الحفظ اسمها تفريق المعلومه عن شرح المعلومه. احنا لما بنيجي نحفظ، او اخواتنا لما بييجوا يحفظوا، او اصحابنا لما بييجوا يحفظوا، بنعمل ايه؟ بنحفظ الصفحه دي كده، انا عايز احفظها عشان طبعا الكلام الاساطير اللي اتقال طول عمرها، الدكتور عايز زي ما هو كاتبه بالنص كده. في فرق ما بين حاجه اسمها معلومه وشرح الدكتور او شرح وضع المنهج للمعلومه دي. انا مش مطلوب مني احفظ شرح المعلومه، انا كل المطلوب مني احفظ ايه؟ المعلومه، المعلومه، شكل العنصر او العنصر نفسه، الشكل بتاع المعلومه اللي ما ينفعش يتغير، اللي ما ينفعش العب فيه. عندي مثلا درس فيه عنوان و19 عناصر تحتيه، العنصر مكتوب في سطر كده، سطرين ثلاثه ايا كان، انا مش مطلوب مني احفظ سطر سطرين دول، انا مطلوب مني احفظ بس الحاجه اللي تفكرني بكل الكلام ده. حلو، انت كده بتبسط لنا الموضوع اللي هو ايه، السطرين دول فن كده بقى، وانت بتذاكر مش اللي يقعد احفظ كله كله، لا خد بالزبط. حاجه تفكرك بالحاجه الكبيره، يعني السطرين دول طلع لي منهم بس كلمه او كلمتين سهلين الحفظ عليك. امبارح كان معايا ناس في كليه زراعه، وكليه زراعه كلها عمليه وكلها برضو مصطلحات وفيها حاجات، فكان الموضوع ده صعب جدا عندهم. عندهم حاجات كتير في الوراثه والاجنه مش عارف التهجين مش عارف ايه والحاجات دي، فالموضوع صعب جدا. فاول ما عملنا الحاجات دي لقيت الموضوع سهل، انا مش مطلوب مني احفظ سطر، مطلوب مني احفظ كلمه، ماشي، فالموضوع بقى سهل كده. فبفرق المعلومه عن شرح المعلومة كويس، وبصغر المعلومه زي ما قلنا كده، ما اخدش المعلومه كلها، اخد بس ايه، اصغرها في اقرب حاجه تخليني اقدر افهمها بعد كده. طيب جبت الحاجات الصغيره دي بقى، ابدا احفظ. طيب احفظ ازاي؟ احفظ ازاي؟ هنرجع لنفس الكلام الاول خالص، الربط، ان كل معلومه مربوطه بالثانيه، فانا محتاج ان انا اعرف ازاي اربط المعلومات. كلمه السر في الحفظ بشكل كامل هي الربط. اي معلومه انا حافظها دلوقتي، انا حافظها عشان رابطها بحاجه معينه، فلما بعرف الاقي الرابط ده المعلومه بتيجي. طب اربط ازاي برضو؟ في بقى كذا نوع من انواع الربط بقى، ما دام الربط ده شيء اساسي خلاص، يعني كده دي القاعده. دي القاعده، انا لازم اربط. بالظبط، اربط ازاي؟ اربط بقى باغنيه، اربط بارقام، اربط بتسلسل معين، اربط بصوره، اربط بفيديو او قصه في خيالي، الحاجات دي كلها بنبدا نربط بيها. وهندي امثله، ماشي، مبدئيا كده كأغنية، أو إن أنا أعمل المنهج بتاع أغنية مش مقتصر على القصائد. يعني أغنية يعني شعر، لا مش لازم شعر، في مناهج بأرقام وبمعادلات بتتحفظ بالأغاني. طب تعالوا ناخد مثلا القصائد إزاي تتحول لأغنية. منتهى البساطة، القصيدة أصلا هي يعني ليها لحن كده داخلي جوه القصيده، فتلحن وتقول، يعني هي كده كده قصيده، فتديها بقى لحن بقى كانها اغنيه مثلا انت بتحفظها، اغنيه قديمه، مهرجان، اعمل اللي انت عايزه، اهم حاجه دي تتحفظ. اهم حاجه الموضوع ده يتحفظ. انا اعرف ناس بيعملوا قصايد مهرجانات، هو اللي ماشيه دلوقتي، والريتم ده من الغنى هو ده اللي بيحبوه. بص انا ضد ده بصراحه، هم بيحبوه، بحس ان الموضوع برضو احنا كده يعني ايه بقى، ولا بندرس ولا بنعمل حاجه، بس انت زي ما انت بتقول هي حاجه عمليه ان انت تحصل بيها. بص وتتعامل مع الواقع. انا عايز اتكلم في الحته، اتفضل. معلش، الفترة اللي فاتت ناس هاجمت بعض المدرسين اللي بيقعدوا يغنوا المنهج او يحفظوا المنهج بالشكل ده، صح؟ المنظومة التعليمية بتاعتنا عايزة الطالب يدخل يكتب الإجابة اللي تنجحه وتخليه يجيب مجموع، صح؟ صح. والمدرس بيخلي الطالب يعمل ده، صح؟ فهو صح. صح، انت صح، انا بقولك انا مش عاجبني، بس انت صح. ما مش عاجبني انا كمان، بس مش عاجبني هو، مش عاجبني المدرس، لا انا مش عاجبني اصلا الشكل العام. ان انا معلش انا بقول لك انا بعمل ماجستير، انا في حاجات بدرسها في الماجستير عفى عليها الزمن، وانا بقول لك ماجستير مش هتقول كده لحسن ينقصوك في الرساله ولا حاجه، خلاص بقى يعني بقى. لسه خارجين من امتحانات قريب. طيب الله يعينك. فكره ان احنا بندرس حاجه في دراسات عليا ومتقدمه، حاجات خلصت فعلا في العالم كله.
فانت دلوقتي الدعوه اللي انت بتوجهها دي هي دعوه للتعامل بواقع. احنا مش دخلنا في التعليم ان احنا ممكن نوصل ان احنا نقص يعني بالزبط. ناخد بيت الشعر او اي حاجه ونحفظها على شكل اغنيه. كان حد من الناس بيحفظ، كان فيه قصيده كده في ثانوي بس مش فاكر في انهي سنه من ثانوي، اللي هي بتاعت سكتوا فغر اعدائي السكوت وظنوني لاهلي قد نسيت وحاجات كده بقى. للاسف احنا لما بنيجي نحفظ او يعني الناس بتيجي تحفظ يعني سكتوا فغر اعدائي السكوت وظنوني لاهلي قد نسيت وكيف انا عن سادات قوم. انا عارف انت اللي، أيوة أيوة اللي هو في الاخر انت عمرك ما تحفظ بالشكل كده، مستحيل تحفظ دي واجب يعني بعملها. أيوة. بس برضه ما تحفظتش خالص. أيوة مش هتحفظ، اقعد بقى ساعه اتنين تلاتة مش تحفظ الموضوع ده. لما قعدت مع اللي كان بيحفظ الموضوع ده، اولا فهمته ان الشعر ده مش بس بتحفظ، ده واحد بيحكي حاجه. فتعالى نفهم الاول هو بيحكي ايه. حلو. اصلا سكتت فغر اعدائي السكوت، يعني لما سكت اعدائي اتغروا ان انا ساكت وافتكروني مش قادر عليهم وبتاع، عارف انت. حلو قوي ده الفكره. وظنوني لاهلي قد نسيت، ان انا بقى خلاص ايه نسيت اهلي وبقيت بر، عارف انت ليه الفكره. حلو. دي افهم الدنيا ماشيه ازاي. في مره كنا برضو نص مطلوب حفظه، انا مش عارف ليه مطلوب حفظه عندنا في ثانويه عامه، نص الصغيران، حاجه نثر كده يعني زمان، واحد كاتب جميل جدا الرافع على ما اظن يعني، ماشي في الشارع فشاف اتنين عيال اثروا فيه بشكل معين كده، فطلع جاب ورقه وقلم وكتب مقال. احنا نحفظه ليه يعني بعد 50 سنه يتحفظ ليه؟ ما تعرفش بقى. هو انا بيتهيألي ان هو لو عارف ان ده كان هيتحفظ في يوم من الايام ما كانش كتبه اصلا يعني. فالفكره ان اللي بيقعد يحفظ، انت كده بتحفظ الشعر بقى، انت بتحفظ ايه؟ كلام نثر. كنت ماشي ولقيت مش عارف ايه وجم عليا زي الكلام ده. برضو اول ما بدانا نفهم الموضوع ونتخيله يعني تخيل كده نفسك انت ماشي ولقيت اتنين عيال فبيعيطوا فمش عارف قلت لهم ايه فقالوا لك ايه فامهم جت عامله ازاي عليك. اول ما بنفهم الموضوع ده، الخيال ده او الصوره دي، بنبدا نركب عليه بقى الكلام. فبيبقى سهل قوي ان انا احفظ الكلام ده، غير ما انا اقعد احفظه كده وانا مش فاهم اي حاجه. يعني عكس ما ناس كتير بتتصور ان الحفظ اسهل من ان انا اقعد افهم، لا انت لو فهمت طبعا. حتى لو الموضوع ببساطه، كان في حاجه مش عارف كنت بقولها لاصحابي وانت عدل لي صح ولا غلط، بس كنت بقولها لهم كده. كان ساعات يجي يسالني هو انت مش عارف ذاكرت دي ازاي او بتذاكر دي ازاي، اقول له بص كل واحد بيفهم المعلومه بطريقته بالظبط. فكنت اقول له بص انا فهمتها كده، انت ممكن تفهمها بطريقه ثانيه، بس المهم تكون مفهمها لنفسك او قانع نفسك بدي بالطريقه دي. انا صح ولا غلط؟ صح جدا، صح جدا، لان اللي يمشي معاك ما يمشيش معايا. حاجه ثانيه، احنا مش مكن يعني مش هتدخل هنا حاجه هي زي هنا، لا كل واحد بيطلع الابتكار بتاعه في المذاكره زي ما هو عايز. طيب نرجع تاني للموضوع. انت اول حاجه قلت لنا افهم بشكل عام، اقرا الاول احوله اقرا الاول وبعدين افهم وبعدين ابدا اصغر المعلومه وبعدين ابدا احفظ المعلومه دي. احفظها ازاي؟ احفظها بالاغنيه زي ما قلنا كده. القصيده بتاعه سكتت فغر اعدائي السكوت دي بدانا نغنيها. طب ما تقول لنا كده يعني ما بتعرفش شكل ايه؟ ما بتعرفش تغني؟ يعني بس عارف اللي هو ايه، سكتت فغر اعدائي السكوت وظنوني لاهلي قد وايا كان ده لحن اللي هو ايه، تبقى الموضوع سهل. مش بس القصايد بتتغنى يعني، اعرف حد كان عامل تاريخ ثانويه عامه اغنيه. صح انا شفت ده. تاريخ ثانويه عامه، التاريخ مع الـ مع الـ مع الـ مع اللي حصل في التاريخ ده، الجدول اللي احنا كنا بنقعد نحفظه، عارف ان نعمل الجدول سنه 1805 توليه محمد علي، عارف انت. أيوة الحاجات. أيوة دي. أيوة. فهو كان عامل اغنيه اللي هو خمسه تولى سته تثبت سبعه جاله فريزر سلم اهل رشيد خلوه يتعلم وفي تسعه نفع عمر، قعد بقى يمشي كده التاريخ كله. فالموضوع ده بيجي، عرفت حد عمل عربي قواعد في العربي اغنيه كان حد معايا قبل كده على فكره، ده مش حاجه جديده برضو. امال الفيت ابن مالك اتعملت ازاي؟ ما هو بس دي كانت طريقه ان هي مناسبه ليهم، كان هو اسهل حاجه عندهم شعر فكانوا بيكتبوا شعر. انت دلوقتي اسهل حاجه ان انت تحفظ الموضوع مترتب على لحن مثلا فاحفظه. هو الشعر ما كان بيتغنى، هو ليه قافيه معينه وليه العروض اللي بتتعمل دي، التقسيمه بتاعه الشعر دي. اللي عمل العربي عمل كان واخواتها، عارف عملها بقى على النظام، عارف تشجيع الكوره والالتراس وبتاع. كان اصبح امسى بات، عارف انت. فهو خلاص هو بيذاكر بيغني الحته دي خلاص افتكرها. انا كنت حافظها كان اصبح امسى ظل بات ليس، يعني بتعمل اغاني اطحامك كنا بنحفظها كده برضه، يعني بتعمل اغاني. فهي الفكره كلها الحاجات دي قديمه، بس احنا ما بنبصلهاش ان هي دي القاعده. ده الاستثناء يا عم، انت عايز اقعد اكتب
لكن دي كده احنا بنقول دي قاعده برضو قائمه وبتؤدي للمهمه. احنا حفظنا ازاي الابجديات يعني الف ب و اي بي والحاجات دي كلها. انا ابني الصغير لسه ما بيعرفش يقرا ويكتب ثلاث سنين بس حافظ الحاجات دي كلها بالاغاني. حتى الف ب ت س ج اللي هي كده يعني بتتاخد برضو على لحن وتتحفظ. واي بي دلوقتي اي بي سي دي اي اف جي ايا كان بالظبط ايا كان فبتتغنى تمام. يعني عمموا هذه الفكره اللي هي قائمه بالفعل ومنفذه وبقالها كتير عمموها في حاجات كتير تبقى الموضوع سهل. طيب بالزبط. ناس تانية بتتجه لحاجه كده مش عارف بقى دي جديده بيجي مثلا على كتاب زي هيقعد مثلا يذاكر دلوقتي تاريخ يروح جاي يرشش مثلا بيرفيوم معين كده او ريحه معينه والماده التانيه بريحه معينه وهكذا وبيقول لك ده انا بيخليني افتكر ده صح ولا ده موجود. ما هي الفكره كلها في الربط. في ناس بتذاكر على اغنيه معينه او على مزيكا معينه فبتربط ولكن انا ما بحبش الاسلوب ده قوي. ليه انا بحب اربط بحاجات انا املكها في كل وقت. فانا املك الاغنيه لح انا اللي فاكرها املك حركات جسمي املك صوابعي املك رجلي وايدي. انا كنت بحفظ موضوع الصوابع ده انت فكرتني كنت بحفظ على الصباع ده حاجه وده حاجه وده وافضل معلقهم كده قبل ما ادخل اللجنه عشان بحفظ ان هم فيه بالظبط. انما لو حفظت بريحه معينه دخلت الامتحان وافتكرت ان انا نسيتها في البيت فهتلاقي في ازمه ان انا افتكر الريحه مش حاضره معايا. فانا بحب دايما الحفظ يبقى في حاجه انا مالكها في كل الاوقات. فكده ده موضوع الاغنيه. حلو جدا. طيب حاجه تانية بقى غير الاغنيه الربط بالجسم. حاجه اسمها الربط بالجسم. ايه الربط بالجسم ده؟ تعالوا نطبق حاجه سريعا في موضوع الربط بالجسم. انا بعمل حاجه اسمها القراءه السريعه او كورسات قراءه سريعه. من ضمن الكورس ده بنعمل حاجه او بنشرح حاجه اسمها مراحل القراءه. ان القراءه مش مرحله وخلاص وبنكتشف ان احنا ما بنقراش احنا بنفك خط بس دلوقتي بالشكل الطبيعي بتاعنا. طيب مراحل القراءه دي عباره عن ايه؟ بنحفظها كلها واحنا قاعدين في دقيقتين بالظبط من غير بقى لا كتابه ولا عناصر. هما سبع عناصر. اول مرحله من مراحل القراءه التمييز. ان انا ابص للحرف واميز الحرف ده عباره عن ايه. ابص للالف واعرفه للباء واعرفها فدي مرحله التمييز. بعد كده مرحله الاستيعاب. ان حرفين جنب بعض بقوا كلمه فانا فاهم معنى الكلمه دي. الف جنب ب بقوا اب مثلا فانا عارف يعني ايه اب عارف يعني ايه ام عارف يعني ايه بيت عارف يعني ايه تمساح ايا كان. فاول مرحله كانت التمييز وبعد كده الاستيعاب. بعد التمييز والاستيعاب بتيجي مرحلة التكامل الداخلي. أنا فاهم اللي جوه الدرس، أنا فاهم الفقرة دي بتتكلم عن إيه، فاهم الصفحة دي بتتكلم عن إيه، فاهم اللي جوه. دي التكامل الداخلي. بيجي بعدها التكامل الخارجي. التكامل الخارجي ده عبارة عن إن إحنا نقول رأينا في الموضوع، أعبر عن وجهة نظري، أشوف الموضوع ده صح ولا غلط، أربطه بخبراتي القديمة والسابقة. اللي هو افهمه بطريقتي اللي احنا قلنا عليه بالظبط او تربطه بحياتك بشكل عام. فاول حاجه كانت التمييز استيعاب تكامل داخلي وتكامل خارجي. بعد التكامل الخارجي بتيجي مرحله الاحتفاظ. ان انا ادخل بقى المعلومات دي جوه دماغي او جوه الذاكره او احفظها باي شكل من الاشكال. بعد الاحتفاظ بتيجي مرحله الاستدعاء او الاسترجاع. ان انا احاول افتكر الموضوع. وعلى فكره دي الازمه عند الناس. الازمه عند الناس مش في الحفظ. الازمه عند الناس في ان هو يفتكر اللي هو حافظه. فاول مرحله كانت التمييز استيعاب تكامل داخلي تكامل خارجي احتفاظ استدعاء. اخر مرحله خالص مرحله التواصل بالماده المقروءه. اني اكتب عنها الخصها احل عليها اشرحها لحد. فدي مرحله الاتصال او التواصل. دول كانوا سبع عناصر. حلو جدا. تاني بقى الناس اللي معانا بقى يلا. تمييز استيعاب تكامل داخلي تكامل خارجي احتفاظ ايوه واستدعاء تواصل. حلو. الله. في دقيقتين حفظنا. بقيت شاطر بس انا مش هدرس تاني. في دقيقتين حفظنا سبع عناصر. لو احنا قاعدين بقى بالورقه والقلم واحد كذا اثنين كذا مش طيب الناس اللي بتحفظ بعينيها ولا اللي بتحفظ بالكتابه ولا اسهل الربط. بس سريع الربط. انا يعني كل واحد ليه طريقته. بالظبط كده. احنا قربنا نخلص صح؟ خلاص ده احنا طيب خلاص صحيح. حاجه بس اخيره صحيح. هقولها فكره القصه. انك ممكن تحفظ عن طريق قصه معينه. انك تحكي قصة. أنا كنت بحفظ التاريخ بالشكل ده وأفوره في القصص. يعني إن أفور في القصة مش عارف مين جاي في الحملة الصليبية من مش عارف منين راكب حصان. الحصان معلق نمر ملكي فرنسا وهو شايل علم المنتخب الفرنسي أيا كان بقى. حلو. حلو. ونحط بقى المعلومات في التخيل بالأفوار. أحكي لنفس القصة وفهمها لنفسي. أنا كتير بقى بشكرك انت. معلش بقى في حاجه كتير جدا لسه ما لحقناش نقولها بس ان شاء الله في مرات تاني باذن الله. طيب زي الفل. انا بشكرك شرفتنا ونورتنا ويعني والله طرق عمليه وجميله اهي. اللي ما بيذاكرش بقى هو ايه ذنبه على جنبه زي ما بيقولوا كده صح؟
والراجل هو بيحضر الماجستير وماشي باللي بيقول عليه ده ان شاء الله. ربنا يوفقك يعني وتفضل تفيدنا كده كل ربنا حلقة. ربنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. كان مشرفنا ومنورنا الاستاذ محمد شاكر مدرب التنميه الذاتيه. يا رب تكون حلقتنا يعني قدرنا نستفيد منها ونطلع بمعلومه. وربنا يوفقكم كلكم في الدراسه، وما توقفوش كتير عند مرحله الدراسه الاهم ان شاء الله، ما بعد ذلك ان شاء الله كلنا نقدر، ويا رب كل واحد فيكم يحقق اللي بيطمح ليه وعايز يعني يحققه. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. دايما بتعلمنا حاجات، كل حكايه في يوم تجمعنا، نطلع منها بحكمه ومعنا، ونفيد العقل اللي سمعنا، وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس